السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعد الخطأ الذي وقع في القرعة الأولى لثمن النهائي دوري أبطال أوروبا، عرفت إعادة هذه الأخيرة مواجهات نارية، حيث يصطدم ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، فيما أوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول أمام إنتر ميلان. وجاءت القرعة سهلة نسبيا لبايرن ميونخ ومانشستر سيتي الذين يلتقون ريد بول، سالزبورغ وسبورتون لشبونة وليل على الترتيب. كما أفرزت القرعة مواجهتين متوازنتين، حيث يلعب فيريال أمام اليوفنتوس وبنفيكا أمام أياكس.